لماذا يقال داخل لبنان برأيك أن الرئيس ميشيل عون يعني لا يرحب كثيرا بفكرة مغادرة بعبدة، وأنه ربما في هذه السجالات السياسية يعني ربما يعني لا يسعى ربما إلى الضغط على هذه الكتل والتيارات حتى يتم اختيار رئيس جديد بعده؟ أستاذ الكريم، دعني أن أبدأ بما قالته الأستاذ رشال. أغالطها كل الفكرة، لا سيما وأنه الرئيس ميشيل عون فرض مقولة الرئيس الأقوى داخل طائفته. هذه المقولة كانت موجودة عند السنة عندما اختاروا سعد الحريري مرشح لرئاسة الحكومة، عند الشيعة عندما اختاروا نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي، وعند المسيحي عندما أتى ميشيل عون بكتلة نيابية كبيرة يمتلك قاعدة شعبية وكتلة نيابية كبيرة. ليس دائما هناك دونكيشوتية في أخبار لبنان بأن دائما رئيس لبنان يجب أن يختاره الصين وروسيا ومصر والسعودية وأمريكا وغيرها. ليس صحيحا، هناك تكتل قوي في لبنان، هناك كتلة مسيحية كبيرة في لبنان عليها أن تفرض زعيمها أو رئيسها كما شعر الطوائف بكل بساطة، يعني هل أنت حزمة؟ أما بالنسبة للرئيس ميشيل عون، إن قال وقالها مرارا وتكرارا هو سيغادر قصر بعبدة عندما يحين الساعة، يعني عندما يأتي الساعة التي ينتهي فيها ولاية عهده سيغادر قصر بعبدة. ولكن هناك إشكالية أستاذي الكريم، هل يا ترى رئيس نجيب ميقاتي صاحب الحكومة المستقيلة قادر على قانونيا، أنا أتحدث دستوريا، قادر على تسيير أمور البلد وهو في حكومة مستقيلة؟ لماذا لا يقدم الرئيس ميقاتي اليوم وهو يقوم بجولة سياحية بين فرنسا وإيطاليا؟ لماذا لا يسارع إلى تشكيل حكومة أصيلة تستلم مهام رئاسة الجمهورية إن حصل فراغ رئاسي بعد نهاية ولاية ميشيل عون؟ أما ميشيل عون يقولون عنه بأنه يهوى أن يبقى في قصر بعبدة، فهذه أكيد افتراء واضح على رئيس الجمهورية، وهو بعيد كل البعد عن هذا الأمور، ولكن جل ما يعمل لصالحه ميشيل عون أنه طيب. يريد أن يكرس مقولة المسيح الأقوى داخل طائفته، وهذا حق طالما الطوائف الأخرى في لبنان تقوم بهذا. طيب. من فرض نبيه بري؟ من فرض قاطي وغيره؟